ميلاد محمد كمال عثمان من رابطة فنان الثورة. ده المفروض ان ده شهيد اسمه امير احمد، امير احمد سعيد، بس المشكلة انه مش شهيد فايف ستار، كمان مش من الشهداء اللي اتكرموا، او مش من الشهداء اللي المفروض ماتوا شكلهم حلو. تمام، ده المفروض ان ميكانيكي عملوا له قضية اسمها امير احمد سعيد، عملوا له قضية دقيق، عملوا له قضية دقيق وهو ميكانيكي، فاضل على خروجه اسبوع، ضربوه بالنار. حضرتك سبب الوفاه موجود، سابوه في التلاجه اكتر من شهر ونصف. تمام، لغايه النهارده لحد سائل فيه، انا كل اللي انا قدرت اعمله له من خلال الرابطه، من معرض التحرير الدولي لان احنا مشتركين فيه. تمام، رسمت له صوره حاطها له مع الشهداء، ادي اللي احنا قدرنا نعمله. جايين النهارده بنقول حق ده فين؟ يعني ده حقه فين؟ مش اكتر. وبالادب وزي ما احنا شايفين كده سلميه، مفيش بلطجيه في الميدان. امير احمد سعيد سبب الوفاة موجود، عيار مالي اسفل السطح. دي الصورة موجودة، دي الصورة اللي معايا ومعايا الاصل بتاعها، معايا الاصل ومعايا سبب الوفاة. مفيش مشاكل، واجيب لك كمان واحدة.